مخدرات طبيعية، ولكنها تتوجب لها ضوابط طبية. ونهدف من هذه الحملة إلى الحد من نسبة الولادات القيصرية بدون دواعي طبية. هنا نرى أن خلال من عام 2016 إلى عام 2021 نسبة الولادة القيصرية، حيث أن كانت عام 2016 16.9 وصلت إلى السنة السابقة إلى 23.8. انخفاضها ليساعد في ارتفاع تقليل المخاطر التي تصاحب العمليات القيصريه. وهذا البرنامج نشارك فيه قسم المستشفى بكل اطيافه ونبين الجهود اللي تبذل داخل المستشفى. وهذا تقريبا هذا الجزء الثاني من الحمله، ونحن مستمرين خلال الفتره القادمه باذن الله حتى نخلق وعي كامل في المجتمع خلال تشجيع الولادات الطبيعيه.